مهم جدا وجايز ممكن يكون مسيطر على مشوار الجول، لان انا في كل المحطات تقريبا اكتر حاجه كانت بتبقى مسيطره عليا طب انا بعمل ده بفيد الناس دي. فموضوع تاثير الدراما على المجتمع هو موضوع مهم واطلع قدام ويعني شيق جدا للنقاش، بس جايز الخبر الوحش انه اكيد مش هيتحسب وقت الفنك. هو موضوع كبير جدا، جايز يكون كل واحد قاعد هنا عنده وجهه نظر مختلفه زي طبيعه الفن، يعني احنا جايز ما نوصلش لحاجه واضحه وصريحه يعني. بس احنا بنفتح اسئله لانه هو ده جزء من وجودنا في مهرجان زي مهرجان الجونه، احنا بنطرح اسئله مع الناس، فلو حد حتى فكر بحاجه بيعملها بشكل مختلف ده مهم جدا جدا. انا مربوط كده عشان الموضوع ده بالذات انا فكرت فيه كتير قوي. يعني لو افترضنا مثلا ان تاثير الدراما على المجتمع بتبقى من خلال حاجتين، الرساله بتاعت العمل، ودي جايز حاجه واضحه وصريحه وسهل التفكير فيها، يعني رساله جيده فهي بتاثر جدا في المجتمع والعكس صحيح. الحاجه الثانيه هي نوعيه المشاهد اللي المشاهد بيشوفها، ودي جايز اللي فيها مليون وجهه نظر. يعني ممكن تلاقي عمل واحد بيتقال عليه مثلا ان العمل ده بيشاور لي على المشكله، بيشاور مثلا على مشكله البلطجه وبيقول يا جماعه خلوا بالكم دي حاجه مهمه ولازم ناخد بالنا. وبعدين تستغرب ان حد تاني بيتكلم على نفس العمل وبيقول خلوا بالكم يا جماعه العمل ده بيروج للبلطجه. انت فاهم قصدي؟ نفس العمل بس وجهه نظر في شركات كده ونظر في شركات كده، ودايما هتلاقي دي زي اللي بيسموها المعضله، عارف اللي دايما الحاجه اللي هي كذا وجهه نظر ومحدش عارف يفسرها. وخليني اقول لك وجهه نظر، وده قابل للنقاش يعني. وجهه نظري ان دايما تاثير الدراما على المجتمع بتبقى بشكل تراكمي. يعني انا عندي مشكله الناس شايفه ان ده مثلا حاجه سلبيه ومش المفروض تقدم في الدراما، هل ما قدمهاش؟ لا طبعا لازم اعرضها. بس لما ده بيتكرر بشكل كتير في نفس السنه وفي سنين كتير ورا بعض ده ممكن يكون له تاثير سلبي. اوكي؟ فخليني اقول لك انا في بدايه مشواري انا جايز درست هندسه، يعني درست حاجه بعيده خالص عن الفن، انا خريج هندسه عين شمس قسم ميكانيكا، حاجه بعيده خالص. بس بعد كده لما بدات احاول اشوف بقى حاجات اونلاين واذاكر وكده حاولت اغير، يعني حاولت اعمل حاجه جديده. وجايز في المقام اللي بتكلم فيها اللي هي بالذات رقم مجهول، جايز كنت بلاقي دايما عارف ريزيستنس من كل الناس، يعني انت بتقدم ايه اللي الواحد بيتكلم معاك في التليفون يا جماعه ثانيه واحده بس، يعني الموضوع جديد ومختلف بس هيعجب الناس وفي رساله كويسه جدا، قعدت احارب جدا عشان ده يحصل. جايز بعد كده لما حصل الحمد لله السنه اللي بعديها كل الناس طلبت زي ده. بس قصدي ان الحته دي حساسه جدا في ان انت ما تحكمش على مشاكل. Yeah.